هنروح دلوقتي لتقرير مع فنانة متميزة غابت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وهي الفنانة الشابة نورهان، واللي عرفها الجمهور من خلال الدراما التلفزيونية. شفناها في أكتر من عمل مميز زي مسلسل عائلة الحاج متولي اللي قام ببطولته النجم نور الشريف، ومسلسل العصيان وسوء العصر، وغيرها من الأعمال المميزة الكبيرة. وبالرغم ان بداية نورهان الفنية كانت قوية جدا، الا انها اختفت فجأة، واتردد وقتها كلام حول ارتدائها للحجاب واعتزالها الفن نهائيا. لكن الحقيقة كل الكلام ده كان مش اكتر من مجرد شائعات، لاننا شفناها السنة اللي فاتت شاركت في بطولة فيلم 8% مع ماي كساب واوكا وأورتيجا. وكمان قررت نورهان انها تعود بقوة الى العمل الفني. تعالوا مع بعض نلتقي بنورهان في التقرير اللي جاي، ونشوف حقيقة الشائعات اللي قيلت عليها، وحقيقة هل فعلا ارتدت الحجاب ولا لا، او يا ترى ايه الاعمال الفنية اللي هتشارك فيها الفترة اللي جاية. والله كان عندي شوية لخبطة كده في حياتي الشخصية، وكانت منعاني ان انا اشتغل، بس الحمد لله الدنيا اتظبطت وقلت ارجع اعمل الحاجة اللي كانت بتسعدني. هيتعرض مسلسل رجل الغراب اللي انا بقالي سنة وشوية بصور فيه، وده النسخة العربي من مسلسل اجلي باتي، وان شاء الله يلاقي نجاح كبير مع الجمهور لانه ستايل جديد مش موجود في مصر، والمسلسل اوريدي محقق نجاح بكل اللغات اللي اتعمل بيها. يعني معايا امي سمير غانم وحازم سمير وريهام حجاج وناس كتير، والله جه بالصدفة، يعني هم كانوا ما حدش كان يعرف ان انا رجعت اشتغل. بالصدفة كنت بحضر عرض مسرحي زي هنا كده النهاردة، وحد شافني من زمايلنا في النقابة وقال لهم هناك انه دي نورهان يا جماعة رجعت تشتغل، فكلموني على طول. ان شاء الله في المرحلة الجاية في اكتر من عمل معروض عليا في رمضان، وان شاء الله هختار، يعني عشان بس ما يتقالش نورهان بتعمل بروباجندا، هختار وهقرر هعمل ايه واقول على طول. السينما اخر حاجة كان فيلم 8% وانا سعيدة بالتجربة دي وحباها، وحاسة ان هي كانت لايت ولطيفة ولقيت اقبال كويس من الجمهور، وهحاول ان شاء الله الفترة الجاية ان انا اعمل بقى انواع مختلفة من الدراما، مش هركز في النوع ده. يعني وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم التعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا للفنان محمد رجب، بيقول يعني انا بيطلع عيني في شغلي وبيتخصم مني ضرائب، وفي الاخر بندفع بيها تكاليف التحقيق مع فودافون وابلة فهيتة. جمال العدل، موضوع ابلة فهيتة ده مستوى متدني من الفهم وعدم النضوج ويدعو للغثيان. منا فضالي، يا رب احمي مصر وكل البلاد العربية. شريهان، عام حب سلام خير انتصار، كل عام والعالم العربي أجمع منتصر للإنسانية والخير والسلام والحب. وليد يوسف، في شباب ما يعرفوش عن الوطنية حاجة غير إنها محطة بنزين. طبيعي إن إبراهيم الفقي اللي كان أكتر بني آدم متفائل في مصر يموت محروق. وفاء الكيلاني، يا رب 2014 تبقى كلها فرح على كل الناس، أيا كان دينهم وطائفتهم وانتماءاتهم السياسية. خالد سليم، الحمد لله مبسوط جدا بحصولي على أفضل مطرب في استفتاء عام 2013، شكرا لجمهوري. وأخيرا محمد صبحي، خدمة البلد الحقيقية هي أن الواحد يربي ولاده ويزرع فيهم القيم والمبادئ ويطلع منهم للمجتمع أم فاضلة وأب عظيم. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم من السبت للخميس، وما تنسوش تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية @rinz، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة بألواننا الطبيعية.